السلام عليكم ورحمة الله. الكسل مصيبة، الكسل هيضيعنا. طب ما ظنكم بقى وإيه رأيكم لو كان الكسل ده بقى في رمضان؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اوعى تبيع وقت رمضان ببلاش، بيعوا بالجنة، اشتري بالوقت ده الجنة. وقتك غالي عليك، ما تكسلش، اجتهد على قد ما تقدر. عمرك قد ايه؟ ده شهر 30 يوم، ما هوش كل يوم. خليك في اعلى درجات الاجتهاد في رمضان، واوعى تكسل على قد ما تقدر. اغتنم لحظة، والله اللحظة لا تفرق في منزلة في الجنة. اللحظة لاستغفار الواحد، الذكر الواحد، هيفرق معاك قوي قوي في درجتك في الجنة. اوعى تبيع شهر رمضان ببلاش.